لا يزال مردود مادة القمح في الجزائر يواجه عرصاً في الإنتاج بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد والمساعدات التي تلقاها منتجو الحبوب خلال هذه السنة، إلا أن معدل الإنتاج لم يرقى إلى مستوى تطلعات السلطات العليا للبلاد بالنظر إلى تباين معدل الإنتاج عبر الولايات. في إطار عملية حسابية، الجهة الجنوبية رايحين نلقاو مردود نتاع مردود عام اللي راح يكون نواحي 45 حتى 55 قنطار في الهكتار، والمناطق الشمالية اللي راح المردود العام راح يكون حسب نظري أنا وحسب ما الإحصاء مع أصدقائي الفلاحين على مستوى الولايات، راح نشوفوا مردود عام اللي راح يكون أحسن من الأعوام اللي فاتت، اللي هو راح يكون ما بين 25 حتى 30 قنطار في الهكتار فيما يخص القمح الصلب. والله احنا كنا نتمنوا اننا نتجاوزوا حتى 40 مليون قنطار، ولكن رانا نشوفوا هذه القدرات وهذه الامكانيات اللي محطوطه وحتى الانتاج اللي راه نوعاً ما وافر، ممكن رايحين نكونوا في نواحي 35 ممكن اكثر ولا ممكن قليلا اقل، ولكن رايحين نكونوا في هذه النواحي تاع 35 حتى اكثر من هذا مليون قنطار اللي بغيت نقول. ويبقى المناخ لعبة الحظ بالنسبة للفلاح لتحويل البلاد إلى سلة غذاء. أولا نحن رانا في حرب مع المناخ، على بالك تقلبات المناخية جت دون التوقعات اللي كنا نمشيو فيها، ما يخفالكش في شهر مارس درجة الحرارة اللي وصلت 35 حتى 38 درجة، وين الرياح العاتية هذيك اللي جاتنا جنوبية شمالية اللي خلت المردود ينقسم على اثنين، اللي خلى المردود يهبط بقوه والفلاحين انضروا، خاصه الشحن تاع الامطار واللي في بعد مارس على مستوى الولايات الغربيه، والسخانه هذيك اللي جات حبست النمو تاع الحبوب اللي هنا المردود مشى لهم. خطة الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي تبدأ من الصحراء بعد أن تحولت الأراضي الجرداء إلى مساحات خضراء، وحسب مراقبين فإن مضاعفة إنتاج القمح في الجزائر يلزم المنتجين توسيع المساحات المزروعة مع احترام المسار التقني في انتظار تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى. يمكننا القول أن البلاد ستضمن غذاء الأجيال المقبلة مع تأمين مخزون الأمان من مادة القمح.